الشباب اللي مقرها في مدينة تيفلت. اليوم احنا في مدينة الخميسات كنشتغلوا على مشروع انتضامنا. هذا المشروع هذا اللي كنشتغلوا فيه مع الشباب ديال اقليم الخميسات كافة باش نحفزوهم على انهم ياخذوا المبادرة الفعلية في مجالات التشغيل الذاتي وفي انجاز او انشاء المقاولات. اليومين اللي كتستمر هذه الدورة التكوينية، اليوم الاول كان على موضوع يعني كيفاش ممكن انك تأسس المقاولة ديالك، شنو هما المصادر التمويلية اللي ممكن انهم يستافدوا منهم الشباب هنا في المغرب، وكذلك يعني كيفاش ممكن ان المقاولة ديالهم تستمر يعني في سوق الشغل. اليوم الثاني من هذه الدورة التكوينية اللي كيف ما قلت كتستمر يومين، وكان على موضوع التسويق الرقمي اللي غادي يستافدوا فيه المشاركين مجموعة من المهارات على كيفاش ممكن انهم يسوقوا المنتجات ديالهم في الفضاء الرقمي. هذا المشروع هذا ما غاديش ينحصر غير في هذه الدورة التكوينية، بل غادي تكون مواكبه لبعض المشاركين اللي غادي يبينوا الالتزام ديالهم باش اننا نواكبهم لانشاء مقاولات او تعاونيات باش ان شاء الله انهم يخرجوا لسوق الشغل، وباش ان شاء الله انهم يكونوا عندهم واحد المشاريع ديالهم اللي غادي يطبقوا فيها هاد المكتسبات والمعارف اللي كيستافدوا معنا في هاد المشروع. المشروع هو بشراكه مع وزاره السياحه اللي يعني كتواكبنا في كل المراحل ديال هاد البرنامج وهاد المشروع. السلام عليكم، عمر أفرخ، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والقصة الاجتماعية والتضامني. نحن اليوم هنا من أجل تتبع تنفيذ برنامج مؤازرة. هذا التتبع كيكون عبر حضور جميع الأنشطة اللي كتقوم بها الفائزين في هذا البرنامج أو المستفيدين من هذا البرنامج. واليوم في الخميسات مثلا احنا مع هذه الجمعية من أجل حضور وتتبع طرق تكوين لفائدة الشباب والنساء بالعالم القروي وكذلك بالحضري. وهذا البرنامج هو يهدف إلى تقوية القدرات وتحقيق التمكين الاقتصادي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الرفع من نسبة الاندماج في الوسط الاقتصادي بشكل عام. هذا البرنامج كان هو برنامج وطني كتشارك فيه مجموعة من الجمعيات وشبكات الجمعيات. الجديد لهذه السنة هو كان مشاركة من طرف في التمويل من طرف
تعرف جوج مجالس ديال الجهات هما مجلسي الشرق ومجلسي مجلس الدار البيضاء. هذه المجالس ساهمت من جانبها في تمويل مالي مهم كذلك لفائدة التعاونيات ومن أجل يعني الدفع بمشاريع إما بشراء الآلات أو تقديم تكوينات لأجل الدفع بالشباب في تحقيق طموحهم المهني وأيضا في خلق فرص استثمارية لفائدة القطاع الاجتماعي والتضامني وتوفير فرص الشغل. هذا هو الغرض الأساسي من هذا البرنامج.